الله الرحمن الرحيم، ومعاكم أمل عامر. ودايما زي ما وعدتكم في الجديد، وازاي نقدر ننمي مهارات أطفالنا. والنهارده معانا درس مهم جدا 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 في الماث. تعالوا نشوف ايه الدرس ده. الباترن، ايه الباترن؟ تيجوا نعرف نتعرف عليها علشان نقدر نعلم أطفالنا الباترن ويتعلموا معانا ونلعب معاهم. يلا بينا. الباترن دي سيريز او سيكونس بتتكرر، ولازم يا جماعه تتكرر 3 مرات، ومهمه جدا جدا في الماث. ليه؟ لانها اولا هي بتبقى مبنيه على قاعده، عندنا رول ليها، في رول للباترن دي. بتعلم الطفل بعد كده في الماث ان هو يعمل بريدكشن، وان هو يقدر ينمي مهارات الماث بعد كده قدام. طيب تقدر تعمل ايه بعد كده الباترن دي؟ تقدر تخليه يقدر يعمل كالكوليت في دماغه احسن. طب يلا نشوف ازاي هنقدر نعمل الكلام ده كله، وايه هي الباترن، وتعليمي طفلك ازاي الباترن. تعال نشوف الفيديو ده. اول صورة عندنا هنا ده موس، اللي هو الغزال اللي في امريكا يعني. موس، ودي دك، ودي دك. موس دك دك، موس دك دك. يعني ايه الكلام ده؟ هل دي باترن؟ تعالوا نشوف ازاي نقدر نعمل نكرر الصور او نكرر الاشكال او الالوان عشان نعلم الطفل يعني ايه باترن. يلا بينا. طيب ايه ده؟ دي سيركلز، بس السيركلز دي ليها لونين مختلفين، اللون البلو واللون الجرين. فماشيين بسيكونس معين، بلو جرين بلو جرين بلو جرين. ولو تلاحظوا انها اتكررت 3 مرات، اتكررت 3 مرات، بلو جرين بلو جرين بلو جرين. طيب اقدر اسميها ايه الباترن دي؟ بلو جرين بلو جرين بلو جرين. طيب اقدر اسميها، ممكن نسميها باللترز عشان نقدر نعلم الطفل كذا حاجه في نفس الوقت. هنا الطفل بيتعلم الشيبس، بيتعلم الفوكابلوري جديد، الفوكابلوري جديده بيتعلمها. بلو جرين هيحفظ اشكال الشكل الكلمه، بيتعلم اللون، هيتعلم letters كمان، هدخل letters، هسمي البلو A واسمي الجرين B، يبقى A B A B A B A B A B A B. طب وبعدين اعمل ايه؟ تيجوا نغنيها، نغني باتر، هنغنيها ليه؟ عشان نلعب، عشان الطفل اقدر اجذب انتباهه وهو بيلعب وفي نفس الوقت بيتعلم. اغنيها ازاي؟ اغنيها كده A B A B A B. يا جماعه الولاد لازم، معلش يعني، نعمل لهم حجوزات عشان يقدروا يتعلموا، عشان they're having fun وهم بيلعبوا ويتعلموا. تعالي نشوف شكل باترن تانية، يمكن دي ما فهمناهاش قوي، نفهم ونعلم الطفل بطريقة تانية. عندنا طرق كتيرة قوي قوي قوي. يلا نشوف. ايه ده؟ فروت؟ ازاي هنقدر نعمل باترن بيها؟ لو انت عندك فروت في البيت، روحي هاتي موزة وتفاحة، موزة وتفاحة، 3 موزات 3 تفاحات، حطيهم في باترن بسيكونس معين. بنانا ابل، بنانا ابل، بنانا ابل. باترن دي كمان اسمها ايه؟ A B A B A B. اقدر اغنيها؟ A B A B A B 3 مرات. طب عندنا حاجة تانية؟ عندنا كل جديد، هنعلم الطفل ازاي؟ فانت خدي بالك، لو جبتي موز وتفاح، بنانا وابل، وقعدتي اتعلمتي الطفل بيهم، هيحب جدا، هيقعد يحطهم هو بنفسه بالسيكونس اللي انت عملتيه. حاجة جديدة وطريقة تانية؟ يلا بالشيبس. بالشيبس، فكده احنا كمان الطفل هيتعلم شيبس. طيب ازاي؟ عندي اول حاجه ايه؟ تراينجل، صح؟ بعدين سكوير، بعدين تراينجل، بعدين سكوير، اللي وراه يبقى ايه؟ تراينجل، صح؟ اخر حاجه سكوير، اسمها ايه؟ A B A B A B. يلا A B A B A B. خلي الطفل يغني معاكي ويلعب معاكي. لو ما بيعرفش يعمل صوابه وكده، حاجه تانية باللاب، A B
A B A B A B whatever. تمام؟ يلا نغني نعمل نشوف باترن تانية. يلا بينا بالصور، صور الألعاب هنعمل، نقدر نعمل باترن بصور الألعاب؟ ازاي؟ أول صورة ايه؟ car airplane train. ايه ده، احنا المرة دي عندنا اتنين، عندنا ثلاثة، ثلاث صور. طب هتمشي ازاي الموضوع ده؟ تعالوا نشوف. أول صورة car airplane train، اللي ورا هتبقى ايه؟ هبدأ الباترن من أول وجديد، هتبقى car بالظبط. ليه؟ لأن الايروبلين وراها على طول، فالايروبلين نبقى نمبر 2 أو تبقى بي. طب ايه سي؟ الترين بالظبط. car airplane train car airplane train. خلصت الباترن؟ ما خلصتش. ليه؟ لأنها اتكررت مرتين بس، محتاجة تتكرر ثلاث مرات. يبقى هبدأ تاني car airplane train بالظبط. تمام؟ طيب اسميها ايه؟ اسميها A B A B. لا ما ينفعش، اعمل ايه؟ في واحدة ثالثة، في صورة ثالثة معايا، فلازم احط اللتر ثالث، ازوي اللتر ثالث. هتبقى ازاي؟ A B C بالظبط. يلا نشوف A B C A B C A B C. هنغنيها؟ بس نزود حركة عن الحركات اللي هنعملها. هتبقى ازاي؟ A B C A B C A B C. هنغني مع الطفل، هنلعب معاه، هيشوف الباترن بأشكال مختلفة، بحاجات مختلفة، بطرق مختلفة، هيقدر يفهمها، هيقدر هو نفسه يعملها. احنا بنأسسه، بنأسس الطفل من هو عنده 3 سنين. ان شاء الله لو عنده سنتين ونص تحطي له لعبه كده وهو يقعد يرتبها، حاولي ترتبيها له الباترن. لو انت قعدتي لعبتي مع الطفل وعملتي حاجه معينه هو هيحاول يقلدك، فاعملي كده لانه هيقلدك ويتعلم منك من غير ما تقولي له اعمل زيي. اوعي تقولي له اعمل زيي، هو هيعمل زيك من غير ما انت تقولي له. تمام؟ طيب حاجه ثانيه، في طرق واشكال كتير للباترن نقدر نعلم بيها الطفل، ونقدر ان احنا ننمي مهاراته بيها. يلا بينا. باتنز، زراير. هنا معتمدة على الكالر كمان. ازاي؟ red yellow yellow red، اللي وراه yellow، بعدين red، لا yellow. طب الباترن خلصت صح؟ بالظبط، ما خلصتش. ليه؟ مرتين بس، لازم ثلاثة. red yellow yellow. هتبقى ايه؟ هتبقى a b b A B B. ايه ده؟ طب دي مختلفة عن اللي فاتوا، مش بقول لك في حاجات على طول مختلفة، انا بقول لكم على طول في حاجات مختلفة. طب معنى كده انها مش A B C، طب هتبقى عاملة ازاي؟ A B B، البي بتتكرر مرتين لأن اليالو اتكرر مرتين، مظبوط؟ لو مثلا عملناها بالتويز car airplane airplane car airplane airplane car airplane airplane، عملناها بالشيبس triangle square square triangle square square triangle square square A B B A B B A B B. تمام؟ حاجة جديدة؟ نغنيها، نسينا نغنيها. يلا نغنيها. هنغنيها ازاي؟ A B B صح، A B B A B B. نقدر حاجة تانية؟ نقدر. ازاي؟ A B B أو A B B. غني مع الطفل بطرق مختلفة عشان تشد انتباهه ويتعلمه. ايه ده؟ طريقة تانية خالص. احنا اتكلمنا على الصور، وانت هتشتغلي بالتويز، هنشتغل بايه تاني؟ لو سبورتس اللي اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات، دي احجار زجاجية، فاكرينها؟ احنا اتكلمنا ساعتها وقلت ان في مليون حاجة هنقدر نتعلمها من اللو سبورتس دي، من الاحجار الزجاجية واكتر من كده. يعني انا لو قلت لك ممكن تجيبي زراير عندك في البيت والطفل هيعمل بيها باترن، الزراير الكبيرة طبعا، واتفقنا قبل كده ان اي حاجة الطفل هيتعلمها من خلال لو سبورتس دي اوعي تستخدميها مع طفل اقل من 3 سنين، عشان ما يحطهاش في بقه، عشان شوكينج هازارد. يا جماعة من فضلكم الموضوع ده مهم جدا جدا جدا، ما حدش يستخدم مع الطفل حاجات صغيرة، السمول بارتس دي عشان ما يحطهاش في بقه، فلازم الطفل يكون
ثلاث سنين فيما فوق، لو طفلك ثلاث سنين لسه بيحط الحاجات في بقه ما تستخدمهاش معايا. تمام؟ طيب دي لوز بارتس، هقدر اعمل بيها باترن؟ اه، ده انا شايفه كمان حاجه جديده. طب ايه الجديد؟ احنا دلوقتي اتعلمنا، خدوا بالكم احنا لغايه دلوقتي اتعلمنا ماث، اتعلمنا نيو فوكابلري، البلو والجرين والحاجات دي كلها فوكابلري جديده الطفل اتعلمها، كار، ايروبلين، ترين، ايه تاني؟ اتعلمنا ريد، يلو، ترينجل، سبير، سيركل، كل الحاجات دي فوكابلري جديده. حطينا اللترز في الموضوع فتعلمنا ماث، لانجوج، انجلش، فوكابلري. اتعلمنا حاجه جديده اهي هنتعلمها، اللاينز، تايبس اوف لاينز، ده زيجزاج لاين، هنعمل فيديو تاني لوحده بعد كده عن اللاينز، بس هدخل كمان اللاينز عشان الطفل يتعلم ان في لاينز تانيه، في مختلف اللاينز هنقدر نعمل عليهم. همشي على اللاين بالباترن، هقدر اعمل عليها بقى، هقدر اعمل على اللاين باترن؟ اه، ازاي؟ تعالوا نتفرج. بنتي اللي ساعدتني وعملت لي الباترن دي، انا عندي دلوقتي حاجتين بس لو تلاحظوا، A و B، بلو و جرين. هحط بلو، جرين، بلو، جرين، بلو، جرين. طبعا هنا بتتكرر اكتر من مرتين وثلاثه، which is okay طبعا يعني. بلو جرين بلو جرين، الطفل هيتعود ان هو يمشي على اللاين، مش لازم امسك ورقه وقلم. بلو سبوت، مهم جدا الكلام ده للطفل يا جماعه، يتعلم بيه حاجات كتير، يتعلم كرياتيفيتي. تمام، خلصنا. في حاجات تانية؟ اه، بصوا الاشكال دي كلها في الصور، عملت على الزيجزاج لاين، عملت السيركل بالباترن، يعني بنتي عملتها، رسمت لها سيركل او هي رسمت السيركل بصراحه وعملتها وحطت عليها الباترن. حطيت كمان المشابك الخشب الصغيره، الويدن بينز او الكلاس بينز، حطيناها دخلتها في الموضوع، عملت بيها باترن ثانيه. تمام، عملت هنا ايه لو تلاحظوا؟ A B C اهي، بلو جرين الويدن بين، بلو جرين وودن بين، A B C A B C. ايه اللي في الصورة التالتة دي؟ ستروز، المصاصة أو الشاليمو، ريد وايت، ريد وايت، ومتكررة ثلاث مرات برضو. تمام؟ ايه ده؟ كريتيفيتي. بنتي قدامها اللي سبورتس، عملت اللي هي عايزاه، مش بس عشان هي على فكرة سنها أكبر من سن مثلا 3 سنين و6 سنين، لا، بس طفل سيبوه يبدع، طفل 3 سنين سيبيه يبدع، ما تقوليلوش يعمل ايه، حطي الحاجه قدامه وشوفي هو هيبدع قد ايه. ده بينمي الكرياتيفيتي والايماجينيشن عند الطفل، الابداع والتخيلات عند الطفل. عملت فلاور بالباترن، تعمل سيركل، حطيتها، عملت سيركل بالمشابك والاحجار الزجاجيه، اه عادي جدا، تعمل اللي هو عايزه، ابدعت. هو ده الابداع اللي هو لازم ان احنا ننمي الطفل عليه ونعلمه يبقى ازاي مبدع وننمي مهاراته. انا متشكره جدا ان انتوا سمعتوني، وان شاء الله مع فيديو تاني وننمي مهارات الطفل. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد في القناه، وعلى طول بوعدكم ان عندي جديد وافكار تنمي مهارات اطفالكم. شكرا، والسلام عليكم.